تظاهرات اليوم. لا بكل حال بون عرف نفسي محمد بوسمان وبالذات انا ليه انا جاي من اليمن قال برجع نشوف البرنامج كاين بزاف صوالح جدد كاين ما كاينش كيف انا نقول لهم الميزانيه المخصصه من طرف وزاره الثقافه سي 8 مليون دينار 800 مليون avec des musiciens qui sont des lecteurs, des stramos, des crânes et tout ça. On a créé des petites résidences de répétition. C'est très bien, bravo. Merci. التظاهره هذه اللي كانت تقام على سنوات وسنوات في ولايه سيدي العباس تقريبا من 2008 واليوم حطينا الرحال في 2022 في ولايه وهران هذا باش على الاقل نكونوا كواجهه ولا ك ك ك كباب من بيبان كبار في الثقافه الجزائريه اللي تشرف الجزائر في التظاهره العالميه العاب البحر الابيض المتوسط اللي تقام حاليا في الجزائر في وهران ان شاء الله باذن الله نكونوا في المستوى ونشرفوا بلادنا. محافظه المهرجان الوطني لاغنيه الراي هذا العام ان بو سبيسيال نقدم لكم واش كنا ننظموا من قبل في ولايه سيدي العباس كمحافظه 2018 2019 كاين جديد بزاف هذا العام. اول حاجه انه هذا العام نسقنا مع سي امين دهان المايسترو الفنان الكبير اللي هو ولد وهران باش يكون معنا ويوقف معنا ونديروا طبعه اكاديميه 100%. عينا بزاف فنانين من بين النجوم الكبار اللي كان معنا سي هواري بن شنات شيخنا عام هواري الطوفا شيخنا ناني بزاف بزاف اسماء ان شاء الله ماذا بينا تحضروا باش تكونوا معنا وتشوفوا الاسماء اللامعه في اغنيه الرئيس وهران قدم من جدد. كونسيرنون لي جورني عندنا من ايام 26 الافتتاح الرسمي راح يكون 26 الى غايه 30 الاختتام ان شاء الله بحيث راح يكون فيها اكيد السلطات العليا والسلطات المحليه لولايه وهران غادي يكون معنا احنا نتمنى ان شاء الله من خلالكم انتم رجال الاعلام يوصل لو ميساج ويجونا بزاف العائلات على الاقل نعطوا نفس جديد لاغنيه الراي نعطوا نفس جديد لهاد الفنانين. فوالا هذا هو لو ليو ان شاء الله راح يكون في مسرح حسني شقرون هو طلق مسرح حسني شقرون من خلال كل سهره راح يكون راح تكون كاين تكريمات الفنانين ماتوا الله يرحمهم من بينهم حسني عائله رحمه شيخ عز الدين. انا ما نقدرش نحكي لكم بوكو بلوس بزاف على لو كوتي ارتستيك خلي له مايسترو امين دهان هو اللي يحكي لكم اكزاكتومون واش كاين واش ما كانش. احنا ماذا بينا تكونوا معنا كيما راكم معنا اليوم في لاكونفيرونس تكونوا معنا وديروا معنا تغطيه ان شاء الله في المهرجان باش نوصلوا صوره طيبه وحسنه على هذا المهرجان ان شاء الله. بما يخص الميزانيه راها كاين سيفونسيون من طرف وزاره الثقافه اللي شاركت معنا اكيد كونها الوزاره الوصيه على على على, على, على المهرجان واللي راهي واقفه على المهرجان صديق المهرجان راه يقام تحت اشراف وبالرعايه برعايه وزاره الثقافه اللي نحييها بالمناسبه اللي كانت واقفه معنا على وتر. كميزانيه قدمت لنا وزاره الثقافه 8 ملايين دينار جزائري وهذا العام بحكم ان السيد الوالي شخصيا طلب ان المهرجان يكون في وهران راه ساهم معنا بمبلغ 4 ملايين دينار جزائري. الديوان الوطني لحقوق المؤلف وحقوق المجاوره لندا كاي سنه وشهاده في مجروحه ونحيي السيده المديره ولا شكرا فتحتي لنا الباب شهاده فيكم مجروحه على كل حال ما ننساوش خيركم واقفين دائما واقفين وربي يخليكم ان شاء الله لهذه البلاد ويخليكم رعاة الثقافه والفن. شاركوا معنا ب 3 ملايين دينار جزائري والتنسيق اكيد مع الكوج مع لجنه تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط اللي شاركت معنا ب 6 ملايين دينار جزائري وهي كانت مسؤوله على لاسبي تكنيك ولو تياتر خيتو فوالا هذا هو كونسيرنون تنشيط باردون كان معنا راح يكون معنا الفنان النجم محمد خساني خلال جميع السهرات هو اللي نشط السهرات ان شاء الله باذن الله.